400 مؤسسة صيرفة في لبنان مهددة بالإقفال بعد صدور تعميم عن مصرف لبنان يخضع مؤسسات الصيرفة لزيادة رأس مالها. هذا القرار المفاجئ قضى برفع رأس مال الفئة ألف من 250 مليون ليرة إلى 750 مليون ليرة، والفئة باء من 100 مليون إلى 500 مليون. وجاء في التعميم الموقع بتاريخ 7 من الشهر الحالي من الحاكم رياض سلامي أن المجلس المركزي لمصرف لبنان أقر في جلسته المعقودة في 30 من تشرين الثاني الماضي تحديد رأس مال مؤسسات الصرافة، على أن يعمل بهذا القرار فور صدوره، وتمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل تاريخ صدوره مهلة سنة من هذا التاريخ للتقيد بأحكامه. هذا القرار عشوائي ومشحف بحق الصرافين، والصرافين اتصلوا وكلهم رفضوا يطبقوا هالقرار لأنه ما بيقدروا يدفعوا هالمبلغ. بس عادة كان حاكم مصرف لبنان سعادة الحاكم كان يستشيرنا بكل تعميم أو قرار. هالمرة كان مفاجئ، كان مثل صدمة، يعني مثل واحد موت لهالمهني. قرار ظالم مش مجحف، لأنه هالأيام ها ما بتتطلب زيادة رأس مال، هالأيام بتتطلب تخفيف رأس المال، لأنه لا في شغل ولا في أمن. بس أنه 500 مليون كتير مبلغ كبير للصراف أكيد، لأنه رأس ماله كله ما بتخطى 100 مليون 150 مليون اللي بتشغل فيه. رأيك ليش هيدا القرار اللي أخذه مصرف لبنان؟ شو السبب؟ أنا برأيي شخصي قرار اتخذه مصرف لبنان هو لا يوقف تبييض الأموال. بس تبييض الأموال ما بيصير عند الصغار، بصير عند الكبار. في أربية هو في اللي بيعمل هالشيء. خطوات التصعيد كبيرة، نحن نتحرك قانونيا. هلا عنا استشارات وزيارات للفعاليات الاقتصادية والسياسية ككل، يعني للضغط على الحاكمية من أجل نحن ما بدنا نضغط على حدا، نحن اللي مضغوطين. وعملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر، حاولنا منذ أسبوع استيضاح سبب اتخاذ الحاكمية لهذا القرار، غير أن الجواب كان عدم الرد. الصيرفة مهلة تخضع اليوم لغربلة مصرف لبنان. الغربال أسقط من بين ثقوبه أصحاب رؤوس الأموال الهزيلة واحتفظ بالكبار منهم. لمصرف لبنان أسبابه المالية الموجبة، وللمتضررين منه دفاعهم المبرر وشكوى تستحق أن تسمع. دارين دعبوس، قناة الجديد.